يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت. وبقي الليل والنهار ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء أيخفى عن معزيه المعزى فكم هذا على الأحباب عزى. وممن ياط القلب حزا محرم عاد مخسوف الهلال أتتك الليلة الأولى وجيعا دعت الله يا حامي شريعا رجعت وأنت تفقدك الطليعة ونحر السبط ينزف في الرمال. أيوا حسينا كأنك بعد طه والوصي يا صاحب الزمان كأنك بعد طه والوصي وبعد المجتبى الحسن الزكي مع الزهراء في دمع سخي تنوح على المشرد بالعيال على المقتول صبرا دون ماء. أيوا حسينا وسيدا على المقتول صبرا دون ماء تدوران المجالس بالبكاء. الزهرة وصاحب الزمان انت شو تقول له؟ فلا يا تنسى المحب من الدعاء فلا تنسى المحب من البكاء يضج إليك في هذه الليالي.
يا مولاي. لقد واساك لقد واساك بالدمع السكيب على المرضوض ذي الجسم السليب. آه فوا حزناه للشيب الخضيب يطاف برأسه فوق العوالي. ويلي ويلي سيدي يخفف ما بقلبك من مصيبة بآهات لعمتك الغريبة. تقدر أتصبح زينب الحورى سليبة يا 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 أتصبح زينب الحورى سليبة يا فوا ألمي لربات الحجاب. أولي شذكر شذكر من مصايب عمتك زينب ونار الهضم بقلوبنا تلهايب أعظمها الصياطل بالمتن تلعب. وهذا انت يا غايب محنتك كلفة. يا غايب هل شهر عاشور بالدمع يا اتذكر ضحايا على الترب صرعا. وبعد اجدايك اجدايك بالحوافر كسر وضلع. أجدايك بالحوافر كسر وضلع وجرح بالقلب هيهات ما يشفى. شلون يشفى يا مولاي وأخرج ثلثي كبده. يا غايب هذا عن لسانك ها. يا غايب واعتذر عن عد المصايب وادري بقلبك من الألم ذايب. سهم البين سهم البين وسط خيامكم صايب وما ظل الحريم الضايعة ملفى. وما ظل الحريم الضايعة ملفى. يا غايب عمتك زينب سبوها سبوها وعقب عمك الأعدى سلبوها. راح الكفيل يا مولاي راح أبو فاضل. وعقب عمك الأعدى سلبوها. تتحملني؟ اي والله سلبوها حرق خيامها وتالي ضربوها. وهذا الحال عنك ما بعد يخفى. يا غايب عمك على الترب يا غايب جدك على الترب ذبحوه وجسمه تحت حدر الخيل تحت جرد الخيل
سحقوا حتى الهدم هالأرجاس سلبوا وظل عاري فوق التراب ألف وسح. أما لسان حال زينب تنظر إلى أخيها تقول له مراد مراد الهضم قطع دليل عليك مراد وعيش بغير شخصك أبد ما ريد علي خال المهر يا حسين من رايد شفت حتى الكرهن بج علي اي شفت حتى الكرهن بج الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا زين العابدين عليه السلام: يا عمة أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لازلنا في عنواننا السابق: السيدة زينب سلام الله عليها بين العظمة والإبداع. تحدثنا في الليلة الماضية عن مقومات العظمة وذكرنا ثلاثا من مقومات العظمة، وأشرنا إلى أن الحوراء عليها السلام جمعت كل مقومات العظمة، وعرضنا بخدمتكم ثلاثة أدلة تدلل على عظمة الحوراء صلوات الله وسلامه عليها، وخلصنا إلى نتائج جميلة جدا. النتيجة الأولى هي عبارة عن أن الحوراء زينب بالأدلة المتقدمة عرفنا أنها في مصاف المعصومين، ولا يمكن مقارنتها مع غير المعصومين أبدا، لا تقارن بأي أحد مهما كان عظيما، مهما وصل من منزل، مهما وصل من مكانه. للأدلة المتقدمة هي في صفاف المعصومين عليهم السلام. إذا تتذكرون كيف أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من بكى عليها وعلى مصائبها يكون ثوابه كثواب من بكى على أخويه. جبرائيل يبلغ النبي بولادتها كما يبلغ في ولادة الإمام الحسن والإمام الحسين عليه السلام. فمن هذه الناحية
هي عظيمة بما في الكلمة من معنى. هذا أول النتائج المستخلصة. النتيجة الثانية، ليش إحنا نقول ما تقارن بأي مخلوق على وجه الأرض إلا بالمعصومين؟ لأن أثبتنا بالأدلة أن روحها نورانية وبدنها ملكوتي، فلا يمكن أن يقاس الملكوتي إلا بالملكوتي مثله، ما يصير نقارنه بآخر من عالم مادي، من عالم فاني، من عالم زائل. هسه الآن سؤال واحد، لماذا لم يمت ذكر الحسين ولم يمت ذكر زينب ولا ذكر هؤلاء؟ كل القضية التي تتعلق بهم هي قضايا مرتبطة بعالم الملكوت. إذا أنت من النوع اللي يقرأ الزيارات في أوقاتها، يعني مثلا زيارة عرفة وزيارة عاشوراء وزيارة ليلة العيد وما شابه ذلك، ستجد أن من العبارات المطروحة واحدة تقول عن الإمام الصادق عليه السلام: أشهد أن دمك سكن الخلد واقشعرت له أظلة العرش. وما هذا إلا للتدليل على أن هذه القضية وإن حصلت في الأرض إلا أن كل ما يرتبط بها هو ارتباط ملكوتي. لهذا لا يمكن إخفاء الحسين، ولا يمكن إضعاف الحسين، ولا يمكن محو الحسين عليه السلام. إذن هذه النتيجة الثانية من النتائج المستخلصة. النتيجة الثالثة أنها صلوات الله وسلامه عليها معصومة باعتبارها في مصاف الأولياء، في مصاف الأئمة، وإلا ما تكون أقل شأنا وأقل مرتبة. في الروايات أنها تالية لأمها الزهراء عليها السلام. تالية لأمها يعني شنو؟ أنت تعلم أن الزهراء عليها السلام هي سيدة نساء العالمين، هي جوهرة العصمة، باسمها فطر الله السماوات والأرض. ورد في الروايات عن الإمام الباقر أن فاطمة ستر الله وباب الله. النبي يقول باب فاطمة بابي وحجابها حجابي. تصور أنت كل هالمقامات اللي دا نحكي عنها انتقلت إلى السيدة زينب عليها السلام من بعد شهادة أمها الزهراء صلوات الله عليها. فنحن نتحدث عن عنصر دقيق له كمالات الأوصياء، كمالات الأئمة، فهي ليست امرأة عادية. إذن خلاصة هذه النتائج: لا تقارن زينب عليها السلام إلا بالمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في هذه الليلة قلنا أنه سنتحدث عن ثلاث جوانب. البعد التكويني تحدثنا عنه في الليلة الماضية، اليوم سنتحدث عن الكمالات والفضائل التي حازتها زينب صلوات الله وسلامه عليها. بغض النظر الآن عن تكوينها، عن أبيها وأمها وأخويها، نحن نتحدث عن شخصها، عن كل الكمالات التي حصلت عليها زينب عليها السلام. واحد، لدينا نص صريح ورواه القاصي والداني عن الإمام زين العابدين: أنت بعين الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. إلى ماذا يشير الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ هو واحد، احتمال واحد ليس له آخر، الذي يعلم من غير علم ويفهم من غير فهم لا بد أن يكون علمه لدنيا، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعلمه. هسه يعلمه بطريقة الأنبياء، عن طريق القذف في القلوب أو الناكت أو الإلهام أو النداء أو ما شابه ذلك بأي صورة. فهي النساء بني هاشم أو تتعلم من أي عالم،
علمها علم لدني، فهي عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. هذا النص يؤكد علينا ويدلل لنا أن الذي يعطى مثل هذا النوع من العلم لابد أن يكون معصوما، غير هذا ما ممكن أن يكون. إذن هذا النص الأول، أول كمالاتها العلم اللدني. ونقرأ بالتاريخ والروايات، لما جاء حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه إلى خيمة الحوراء زينب، والرواية التي تقول: آهن آهن لوجدك يا زينب يوم تركبين على جمل ضالع بغير وطاء ولا غطاء. قالت له: وأنت تقتل ويقطع رأسك ويعلق على لبان الفرس فتضربه بركبتيها. هذا تفصيل، تفصيل علم غير الموجود عند حبيب بن مظاهر. يوم تركبين على جمل ضالع بغير وطاء ولا غطاء، هي تقول: لا أنت يقطع رأسك ويعلق بلبان الفرس والفرس تضربه بركبتيها. علم، تملك علما لا يمكن وصفه، لكن يمكن اختصاره بأنه علم لدني. حتى أعطيك شنه نوعية هذا العلم، الله ذكر هالاسم هذا عندما عند الخضر عليه السلام، يقول: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، ما قال من علمنا، قال من لدنا علما. ولما إجا النبي موسى قال: على أن تعلمني مما علمت. ترى اللي أعطوه إلى الخضر يقول النبي موسى: أنا أبغى أتعلم منه، ما أعطيتوني، على أن تعلمني مما علمت رشدا. بعدين إيش قال له؟ إنك لن تستطيع معي صبرا حتى لو كنت نبي. هاي النوعية من العلم اللي قال من لدنا، يعني شوية صار عند الخضر. فما عند مولاتنا زينب، هو ما عند أخيها الحسين، وما عند الحسين هو اللي عند النبي صلى الله عليه وآله، واللي عند النبي مباشرة من من؟ من الله تبارك وتعالى. فعلمها علم خاص. هذا أول الكمالات الموجودة عند الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها. نجي إلى الكمال الثاني، ذكرت الروايات أنها دخلت، اسمع هاي الرواية وخليها ببالك، أنها دخلت على الإمام الحسين عليه السلام وكان يقرأ القرآن، فلما رآها ترك القرآن وقام إليها إجلالا وقبل بين عينيها وأجلسها مجلسه. من هاي؟ إمام معصوم ويقرأ القرآن، ليش الإمام؟ تقول الرواية: فترك القرآن، خلى القرآن على كتر وقام إلى الحوض. أكو في أعمال أفعال المعصومين دلالات، أكو بيها شواهد، مو هاي واحدة عادية. هاي تذكرنا بمن؟ بأمها الزهراء. من كان يدخل النبي؟ عائشة روت هاي الرواية تقول: كلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله قام لها إجلالا وقبلها بين عينيها وأجلسها مجلسه. مو لأجل النسب ولأجل الأخوة أو البنوة بين النبي والزهراء عليها السلام، لا، أحسنت، يعلم من هذه عند الله. الإمام الحسين لو ما يعرف أن زينبا عليها السلام كنفسه هي عدل للقرآن ما يخلي القرآن ويقوم منه.
هذا معصوم. المعصوم أفعال كلها مطابقة للحكمة. فليبرهن إلينا على أن زينبا عليها السلام هي بهذا المقام، هي ليست بإمام لكن مقامها مقام إمام. زين، إذن هذا الفعل من الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يدلل على عظمة مولاتنا زينب عليها السلام، لها المكانة الخاصة. زين، شلون حصلت على هذه المكانة الخاصة؟ في رواية أخرى في ليلة العاشر، هاي مروية في كتب السير والمقاتل، الإمام الحسين عليه السلام قبل أن يخرج إلى المصرع من ضمن وصاياه إلى أخته زينب: أخي زينب لا تنسني من نافلة الليل. إمام معصوم يقول إلى أحد: لا تنساني في نافلة الليل. منو هذا اللي الإمام الحسين بعظمته؟ تعرف أنت منو الإمام الحسين اللي يقول للإمام الصادق: السلام عليك يا خازن وحي الله. هذا الحسين. واللي يقول عنا الإمام الصادق عليه السلام: إن الحسين في السماء أكبر منه في الأرض. هذا الكيان كله يقول إلى الحوراء زينب: لا تنسني في نافلة الليل، لأن يعرف مكانة زينب عند الله. وإذا وقفت زينب بين يدي الحسين، بين يدي الله تبارك وتعالى، يعرف الإمام عليه السلام من الذي يقف وماذا يحصل وماذا ترى زينب وماذا تسمع. ثلاثة: ما رواه الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: كانت عمتي زينب تؤدي الفرائض والنوافل من قيام، وقد رأيتها في بعض ليالي السبت تصلي من جلوس، فقلت لها: لماذا تصلين من جلوس؟ قالت: يا ابن أخي، من الجوع والعطش منذ ثلاث لم آكل، فلا أستطيع القيام فأصلي من جلوس. على أي حال، فهي صلوات الله وسلامه عليها أيضا يروي الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: كنا نعطى في السبي قرصا واحدا في اليوم والليلة، من الصبح إلى الليل كل واحد عنده قرص من الخبز، فكانت عمتي زينب تؤثر بقرصها إلى الأيتام. وين تحصل واحدة مثل زينب عليه السلام؟ وين تحصل واحدة مثلها؟ هاي المرأة العظيمة، ومع ذلك ما تركت نوافل الليل، ما تركت صلاة الليل، ما تركت بعد. واحد من الشواهد الذي يدل على أن زينب ليست إنسانة أرضية بل هي ملكوتية، وراح نقرأها إليك ليلة الحادي عشر، لما جاءت إلى الإمام الحسين عليه السلام ليلة الحادي عشر: هدأت العيون، نامت الأبصار، وإجت وضعت يديها تحت جسد الحسين ورفعته حتى صار النحر في صدرها، رفعت بصرها إلى السماء، قالت: اللهم تقبل منا. هاي حالة عبادية ما نقدر نسوي مثلها إحنا. زينب تعرف أركان الدعاء، لا بد أن يكون الداعي متهيئا، ولا بد أن يكون المدعو في قلب الداعي له جهة ومكانة خاصة. واستخدمت وسيلة في الدعاء ما استخدمها أحد قبلها.
هذه العارفة العالمة العارفة بالله تبارك وتعالى، هاي السيدة زينب، هاي العظيمة. زين، بعد من كمالاتها الصبر الذي حير الكون كله. تدخل على عبيد الله بن زياد ابن مرجانة فقال لها: كيف رأيت صنع الله في أخيك الحسين؟ شوف الجواب، ما رأيت إلا جميلا. وين الجمال؟ مو الجمال اللي أعرفه أنا وأنت، جمال خاص. قالت: تلك فتية كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. شلون؟ تعرف لما يوم من الأيام أبوك يكلفك بأمر وما يكلف أخوك الثاني، وأنت تشعر بالعزة والعظمة لأنك كلفت بهذا الأمر وتفتخر على إخوانك، لأن أنا قريب إلى والدي لذلك هو كلفني بهذا الأمر، هو أعطاني هاي المهمة. هذا احنا في الأمور العادية نعتز ونفتخر. شلون الله تقول من جمال القضية أننا كلفنا بها وامتثلنا خير امتثال؟ تلك فتية كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. صبر عجيب. تعجب ابن مرجانة، شنو هاي المرأة اللي كان يفتكر راح تصير منهكة مبتلات معذبة ضعيفة، وإذا به يرى تلك المرأة العظيمة الجبل الشامخ بأبي هي وأمي. أيضا زينب عليها السلام، مولاتنا زينب عليها السلام، من الذي روى عنها؟ روى عنها حبر الأمة عبد الله ابن عباس. وعبد الله ابن عباس ما كان يلفظ اسم زينب لفظا عاديا، لا، نقرأ في الروايات قال: روت عقيلتنا زينب، يروي عنها عن السيدة زينب. وين علمك يا ابن عباس بالنسبة إلى زينب؟ روى عنها خطبة الزهراء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وحدثتنا مولاتنا زينب بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله، عن أحوال أمها الزهراء، عن الإمام الحسن، عن الإمام الحسين. فهي محدثة عالمة غير معلمة، وفهمة غير مفهمة. الآن نعرف على الأقل شوية، بالأمس ما كنا نعرف منه زينب، هي أخت الحسين، هي عظيمة، لكن بهذا النوع من العظمة ما كنا نعرف. الآن من أبجي على زينب أعرف شلون أبجي، وأعرف هاي المرأة اللي أنا قاعد أبجي عليها في مصاف المعصومين لها مقامات الإمامة بأبيه وأمي، وهاي الأيام أيامها، وهاي الأيام أيام الدمعة. إلا نريد إحنا نرطب أجفاننا ونرطب قلوبنا بالبكاء على الحسين عليه السلام. الليلة راح نبكي الحسين بطريقة زينب، على لسان زينب. شو تقول له؟ العادة الأخت من تفقد أخوها، شو تتذكر بأيامها؟ شو تقول له؟
تقول له بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. قالت يا تعلي هل يحسين يا تعلي هل يحسين يا سلوة هل يحسين سهم صابك بقلبك صوب ترى القلب الدين. شو تقول له؟ أنا لا بعدك يجف دمعي ولا يهنى وتنام العين. تقدر أنت بعد؟ ليل نهار أنا بهمك وهمك لا بعد ينزع. اسمع هذا البيت. يا تعلي هل يحسين يا صبري على بلوى. شو تقول؟ يا ابن امي حرمت الماي انا عقبك لا شربت الماي، انا بعدك لا تلف عيوني شل وشل بحياتي هاي. ان كان انت رحت يا حسين حزنك بالقلب ما راى. بعد يا ابا عبد الله. قالت يا ابن امي بسواد الليل من اقعد بوسط الدار. تحفظها؟ يا ابن امي بسواد الليل من اقعد بوسط الدار تمر ايامنا الحلوه واذكر يوم كنا صغار. وين قاعدين؟ بين امنا البتوله وبين ابونا حيدر الكرار من واحد لعد واحد مسرورين خويا اليوم. ما حد فاقد اخوه. شبينا سوى يا حسين على المره وعلى الحلوه ومثل خوتنا ما صارت على طول الدهر خو. جنت عن كل هل الماضين وعن انوارهم سلوى اشاهد بيك وجه امي وجد والد الجد. ويلي ويلي خو تقول ما عندك مروة. حاشاك يا سيد. خويا لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعت الاخوه ترى ما خوذتني يا حسين قوة شوف العدو بي ايش سوى يا مؤمن. قالت صوت علمتوني
اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرام، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك، إنك سميع مجيب. اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، اقض حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين، عجل اللهم لوليك الفرج والنصر والعافية المسببون، تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم.